صباح الخير على كل مشاهدينا، لكل الناس اللي لسه ما نزلتش. خلينا نستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. نبتدي جولتنا من القاهرة، من كوبري 15 مايو. احنا شايفين معانا سيولة مرورية نسبية، الكورنيش فيه كثافات مرورية بسيطة بتزيد بعد شوية للمتجه لميدان التحرير. احنا شايفين كمان بعض الكثافات مكملة معانا لغاية طريق المعادي وحلوان. لو هنبص على طريق الأوتوستراد للي جاي من الاتجاه مناطق التبين تجاه مناطق المعادي، هنلاقي فيه طبعا إغلاق وفي تحويل لحركة المرور للاتجاه التاني. نروح بقى ونبص مع بعض في اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس. احنا شايفين سيوله مروريه نسبيه جدا او قد تتحول بعد شويه لكثافات على طول كوبري اكتوبر لغايه نزله غمره والعباسيه. لو بصينا بقى على شارع بورسعيد المتجه للشرابيه والزاويه الحمراء وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والاميريه والعكس، هنلاقي طبعا بطبيعه الحال كثافات عند كوبري الزاويه الحمراء ومنطقه الويلي. خلينا نروح للجيزة ونكمل جولتنا، هنلاقي كثافات بسيطة على طريق المحور للي جاي لميدان لبنان بسبب أعمال التوسعة في الطريق وغلقه في بعض المناطق. اللي هيتجه لأكتوبر هنلاقي سيولة مرورية، ولو بصينا على محور صفط اللبن هنلاقي كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. لكن بقى لو بصينا في اتجاه شارع الهرم هنلاقي فيه بعض الكثافات البسيطة اللي هتظهر في منطقة مشعل، وكمان هنلاقي كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية. مفيش شيء استثنائي، هو ده الطبيعي في مثل هذا التوقيت كل يوم. نروح مع بعض محافظة الإسماعيلية للي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي. هنبص هنلاقي سيولة مرورية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة ولغاية مدخل المدينة. المتجه من خلال الطريق الزراعي وطريق ترعة الإسماعيلية، الطريق برضو كويس لكن هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند مدخل عدد من المدن على طول الطريق. لو بصينا بقى على شوارع الإسماعيلية الداخلية احنا شايفين معانا سيولة مرورية كبيرة جدا، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان. احنا عارفين الطريق بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، هنا هنلاقي سيولة مرورية إلا طبعا بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر أبدا على حركة الطريق. لو بصينا بقى المتجه لبورسعيد من الطريق من بره هنلاقي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. نتحول من منطقة القناة ونروح جنوب الصعيد ونكمل مع محافظة سوهاج. هنبتدي من محطة قطار سوهاج، زي ما احنا شايفين الطريق ليها عنده كثافات نسبية. لو كملنا كمان وشفنا طريق عبد المنعم رياض زي ما احنا شايفين اللي بيربط بين طبعا أكتر من طريق، هنلاقي فيه سيولة مرورية ما فيهوش أي مشكلة، هنلاقي بس بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة زي ما احنا متعودين. هنلاقي كثافات نسبية على طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة هتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ولو بصينا على طريق أسوان الزراعي الغربي احنا شايفين سيولة مرورية ومفيش أي مشكلة على الإطلاق. احنا كده مشاهدينا خلصنا جولتنا المرورية السريعة، خلينا على طول نروح لشاذلي والهدير نبتدي معاهم فقراتنا وحلقتنا. اتفضلي شاذلي وتفضلي هدير. شكرا ليك يا منى.